سلام عليكم، مساء الخير أعزائي. رجعنا لكم اليوم بقصة جديدة وأحداث جديدة. وقبل ما نبدأ القصة أتمنى منكم تشتركون ويانا بالقناة وتدعمونا بالضغط على زر اللايك حتى نستمر في نشر المزيد إن شاء الله. بلا ما أطول عليكم، اليوم راح أخذكم وياي لسلطنة عمان. باسمي وباسم مشاهدين الكرام أحيي أهلنا وإخواننا بسلطنة عمان الجميلة بأهلها الطيبين والكرماء. صلوا على النبي وتعالوا وياي نسمع القصة. كان أكو ضابط بالجيش اسمه سعيد الملة، من عائلة ميسورة، يعيش ويا عائلته بفيلا كبيرة، وكان عندهم مزرعة كبيرة. شخص محترم ومحب للخير ومصلي متدين ويخاف الله بمعنى الكلمة. ولأنه كان أهل ثقة والدته وإخوانه اللي كان هو أكبرهم، قرروا يسووا له وكالة عامة حتى يمشي أمور العائلة ويسير أمور المزرعة بعد ما يتم الحصاد وينباع المحصول ويوزع عليهم الفلوس بالعدل والتساوي وما يأكل حق أحد. وهذا الشيء طبعا بعد ما توفى والده رحمة الله عليه. المهم بعد ما تزوج سعيد من واحدة من أقاربه، رب العالمين رزقه بأربع أولاد. وبهاي الفترة كان يعيش ويا زوجته وأولاده بشقة بسيطة، وما كان يقبل يعيش أولاده بذل العائلة ويثقل عليهم، وما كان يريد ياخذ قرض من البنك حتى ما يشتري البيت بالربا، فكان يحاول قدر ما يقدر يجمع فلوس. شوية من وظيفته كضابط بالجيش وشوية من مداخيل المزرعة اللي كانت تجيله، فبعد فترة رب العالمين سهل عليه وقدر يبني فيلا صغيرة لأولاده بمركز المدينة، يعني موقع استراتيجي. كانوا فرحانين هواية وعايشين سعداء. وبسنة 2009 صار عمره 46 سنة، وبهاي السنة كانت الدورة 19 لكأس الخليج، وهاي كانت أول مرة تفوز سلطنة عمان بكأس الخليج. وبهاي الفترة كانوا كل أصحاب سعيد اللي وياه بالشغل يلتمون ويروحون يشاهدون المباريات، اللي يمشي للملاعب واللي يمشي القهاوي، وانتو تعرفون الأجواء الحماسية أثناء مباريات كرة القدم، خاصة إذا كان فريقك المفضل أو المنتخب الوطني يلعب. صياح وهوسة وحماس وتشجيع، واللي ما كان يمشي مثل ما قلنا للملاعب كان يروح للمقاهي ويتفرج في المباريات. كل مرة كانوا أصحاب سعيد يعزمونه يروح وياهم، ولكن هو كان دائما يرفض ويقول يا جماعة المقاهي تبعدك عن الدين والصلاة، وهاي شي مو زين ومضيع للوقت، شيشة وسجاير أني ما أشربه وما أحبه، فشنو شغلي بالمقاهي وليش أجي وياكم، روحوا واستمتعوا بوقتكم. بعد ضغط كبير من أصدقائه انحرج سعيد ووافق يروح وياهم، خاصة بعد ما قائد قال له إن الدين دين يسر وما يصير الواحد يحبس نفسه في البيت. ورا ما راحوا للمقهى وبعد ما قعدوا بأحد الطاولات، اجت وحدة عاملة بالمقهى حتى تشوف طلباتهم شنو يشربون شنو يأكلون. سعيد بعد ما شاف العاملة انصدم، لأن بحياته ما كان شايف وحدة تشتغل بالمقاهي، خاصة إنها كانت جميلة جدا وكانت لابسة ملابس قصيرة ومغرية. وهذا اللي خلى يقول لأصحابه هذا الشيء عيب، هاي البنت تشتغل بهاي المكان وبهاي الملابس، وهاي البنت الوحيدة بين كل هذول الرياجيل، هذا شيء عيب يا جماعة، ما يصير، حرام. أصدقاء ردوا عليه وقالوا إحنا إش علينا يا معود،
احنا جايين نشوف المباريات ونستمتع بوقتنا ونمشي بعدين. واحنا سامعين انها بنت مغربية من عائلة فقيرة وجاية حتى تشتغل وتساعد اهلها. وباسمي وباسم مشاهدين الكرام احيي اهلنا واخوتنا المغاربة الطيبين الشرفاء في جميع انحاء العالم. المهم اصحابه كانوا مندمجين مع المباراة، ولكن سعيد كان كل عقله عند هاي البنت وشلون ينصحها. ورا ما كملت المباراة قال لأصحابه انتوا روحوا وانا عندي شوية شغلات اخلصها واروح للبيت. بعد ما راحوا اصدقائه راح عند العاملة اللي بالمقهى حتى ينصحها، تعرف عليها وقالت انا اسمي ايمان واني مغربية من مدينة طنجة، وهاي طنجة يا جماعة مدينة تقع في شمال مغرب، مدينة جميلة جدا ومدينة سياحية بامتياز. المهم سعيد حاول ينصح إيمان إنها تترك هاي الشغل لأن ما يناسبها وما يناسب النسوان عموما، خاصة هي الوحيدة وسط هاي الرياجيل. فردت عليه وقالت له إن ظروفها ما تسمح تترك هاي الشغل وإنها هي المعينة الوحيدة لأهلها. فرد عليها وقال أقل شي يا بنت الحلال البسي ملابس مستورة لأن كل اللي يجون على المقهى يباوون عليك بنظرات مو زينة وتبينين قدامهم إنك غير محترمة ويطمعون فيك وهاي الشي مو زين بحقك. البنت انصدمت بصراحة سعيد لأنها ولأول مرة تسمع واحد يحكي وياها بكل صراحة وبهاي الطريقة ويريد للخير. وبعد مرور أسبوعين تقريبا رجع سعيد وجماعته حتى يشاهدون مباريات المنتخب. ورا ما قعدوا إجت إيمان حتى تأخذ طلباتهم، والعجيب إن إيمان هاي المرة كانت لابسة عباية ومتحجبة، وهاي الملابس المستورة زادتها جمال فوق جمالها ما شاء الله. بعد ما خلصت المباراة طلعوا من المقهى وكل مرة في حال سبيله، وهنا سعيد رجع مرة ثانية للقهوة أو للمقهى وبارك الإيمان على الحجاب وأعطاها رقمه وقال لها تتصل فيه في أي وقت احتاجت لمساعدة أو احتاجت أي شيء. ورا ما أعطاه رقمه كان ينتظر أن تخابره، ولكن إيمان ما اتصلت عليه ولا مرة. وبعد شهر بالضبط من هاي الشي راح سعيد لوحده للمقهى وطلب من إيمان تجي وتقعد وياه حتى يحكي وياه بموضوع مهم. فإجت إيمان وقالت تفضل احكي. هنا سألها سعيد إذا كانت مخطوبة أو متزوجة، فجاوبتها بأنها لا مخطوبة ولا متزوجة، وقال لها إذا إجالك عريس تتزوجين، علما أنه متزوج وقبلي 4 أطفال. ردت عليه وقالت أكيد إذا كان غني وميسور ومتمكن ماديا ويقدر يصرف علي وعلى عائلتي وهمي أنا يصرف على أولاده ليش لا، ما عندي أي مشكلة. فهنا سعيد قال لها الشخص اللي أحشيك عليه هو أني بصراحة، من يوم اللي نصحتك وسمعتي نصيحتي احترمتك أكثر وحبيتك وكل يوم أفكر فيك وما تفارقين خيالي. وافقت إيمان وخبرت أهلها، وراها راحت عند صاحب المقهى اللي كان مصر الجنسية حتى تقول له إن سعيد خطبها وهي راح تترك الشغل. هنا صاحب المقهى رد عليه وقال أول شي تعطيني حق التذاكر وحق الإقامة والتأمين الصحي وكل المصاريف اللي صرفتها عليك إلى ما جبتش العمال، وبعدين تقدرين تتركين الشغل وأي شي تسوينه بحياتك هاي مو مسألتي بعد. فما كان عند إيمان شي تقدر تسويه غير إنها تتصل بسعيد وتحكي له على كل اللي صار بينها وبين صاحب المقهى.
خاصة هي كانت مفلسة وما عنده أي فلس حتى تدفع لصاحب المقهى. المهم سعيد تكلف بكل هاي المصاريف وطلب من إيمان تجمع ملابسها وترجع للمغرب حتى يتزوجون هناك، لأن هو كعسكري ممنوع يتزوج من وحدة غريبة عن دولته، يعني ما مسموح ليتزوج من غير بنت بلاده، أقصد عمانية. إيمان قالت له: شنو اللي يخليني أكون متأكدة إنك ما راح تخليني أروح وما تجي؟ فسعيد حتى يأكد له حسن نيته أعطاه مبلغ ضخم حتى تحضر نفسها للزواج، وهمينه حجز لها تذكرة الطيارة. راحت إيمان للمغرب وعائلتها كانوا فرحانين هواية من عرفوا أن بنتهم راح تتزوج واحد غني من عمان. كانوا مفكرين أنه راح يطلعهم من الفقر اللي هم كانوا عايشينه، لأن أهل إيمان كانوا عايشين في أحد الأحياء الشعبية الفقيرة بمدينة طنجة. المهم سعيد راح طلب إجازة من المسؤولين لمدة شهر وخبرهم وقال لهم أنه يريد يسافر، ولكن ما قال أنه راح يتزوج وراح للمغرب، لأن أصلا كان ممنوع عليه الزواج بغير واحدة عمانية. وراح عند زوجته وقال لها: عندنا مهمة بالصحراء وراح نبقى شهر هناك. فزوجته استغربت ولكن ثاقت بكلامه، لأنه كان شخص صادق وعادل ونيته صافية. حتى أهله همينا نفس الشي. سافر سعيد وتزوج بإيمان وكل شي كان طيب وبأحسن حال، وأجروا شقة بمنطقة راقية ومعروفة بمدينة طنجة. وبعد 3 أسابيع من تواجد سعيد بطنجة وقبل ما تخلص إجازته بأسبوع بالضبط، قالت لزوجته إيمان: أريد أحكي وياك بموضوع. فقال لها: تفضلي حبيبتي. هنا ردت إيمان وبدأ الأنوثة والدلع، وقالت باللهجة المغربية أو الدارجة المغربية: شوف الحبيب ديالي، انت تعرف كنا بغيك بزاف، وانت العزيز والكبيدة ديالي، وانا كنا بغي لك الخير. بصراحة الخلاص ديالك ما يمكنش تعيش بيه عائلتين، خاصة نفكروا بمشروع ندخلوا بيه بزاف ديال الفلوس باش نعيشوا مرتاحين ومستورين. يعني باللهجة العراقية أو الشرقية: شوف حبيبي، انت تعرف احبك واريد لك الخير، وبصراحة هاي معاشك وراتبك ما يعيش عائلتين، واحنا لازم نفكر بمشروع يجيب لنا فلوس هواية حتى نعيش مرتاحين. وقالت له: عندي لك مشروع مربح راح يخلينا اغنياء بمعنى الكلمة، وراح تعيشنا وتعيش اولادك بعمان احسن عيشة. فقال لها: شنو المشروع؟ ردت وقالت له: نشتري عمارة بمنطقة راقية بطنجة ونأجرها وراح تجيب لك فلوس هواية. فجاوب سعيد: ومنين أجيب فلوس هاي العمارة؟ خلينا هيك عايشين أحسن لنا، ومصروفك راح يوصلك كل شهر وتعيشين عيشة كريمة ولا يهمش حبيبتي. ردت وقالت له: لا حبيبي، هاي الفلوس اللي تاخذها من راتبك ما يكفي عائلتين، وهاي فرصة حتى تحسن وضعك ووضعنا. فرد سعيد وقال: يا بنت الحلال، أنا منين عندي كل هاي الفلوس؟ شلون أجيب كل هاي الفلوس؟ فقالت: مو مشكلة حبيبي، أخذ قرض. سعيد رد عليها وقال بأنه بحياته ما أخذ قرض، لأن هاي الشي حرام وما يصير، وهذا ربا. وقال: حتى بيتي اللي بعمان بنيته بتعب سنين وبدون ما آخذ قرض من البنك. فقالت له: مو مشكلة حبيبي، أكو بنوك إسلامية يعطون قروض بدون ربا. ولكن سعيد كان رافض الفكرة 100%. وهنا
بدأت ألاعيب إيمان، وصارت تدور على فتاوي تحلل القروض من البنوك الإسلامية. إيمان كانت ذكية وملعونة إلى آخر درجة، وتعرف شخصية سعيد إنه كان شخص طيب ونيته صافية وينضحك عليه بسهولة. وما تركت سعيد إلى ما قنعت وأكل الطعم. سعيد نسى نفسه وزاد شهر ثاني، لأن كان مستمتع ويا زوجته الجميلة والرشيقة تدلله وتراعي، وكل شي تقول له حاضر سيدي أمرك سعيد والغالي، وبنفس الوقت كان تاكل مخها بأجمل الطرق، والأجواء كانت جميلة جدا في الطنجة، والسهر الليالي والاستمتاع. المهم بعد ما خلص الشهر الثاني رجع سعيد لعمان، ولكن أهله والمسؤولين عنه كانوا يدورون عليه بكل مكان. فزوجته سألتها وين كنت؟ رد وقال كنت بالشغل. ردت عليه أنت كذاب، لأن المسؤولين عليك وكل أصدقائك كانوا يسألون عليك وقالوا إنك سافرت وما رجعت. هنا سعيد اضطر يصارح مرته وقال لها أنا بصراحة كنت بالمغرب وتزوجت واحدة مغربية، والشرع حلل لي أربعة، واني تزوجت هاي البنت حتى أنقذها من ظروفها الصعبة وأخذ أجر وثواب. هنا زوجته ما تقبلت الموضوع، لأن هي مسكينة بدأت معه من الصفر، رغم إنها كانت من عائلة غنية وافقت تعيش ويا سعيد بشقة صغيرة وبسيطة حتى يقدر يبني بيته اللي هسه هما ساكنين بيه هي وأولاده. فمن سمعت هاي الشي تعصبت هواية وأخذت ملابسها وملابس أولادها على بيت أهله. سعيد راح على الشغل ولقى المسؤولين عليه بالمؤسسة العسكرية غضبانين منه وموقفين عن العمل، ولكن من حسن حظ سعيد انه كان عنده سمعة طيبة وممتازة وبحياته ما عنده اي خطأ بالشغل، فالمسؤول عليه قرر يسامحه ولكن بعقوبة قطع راتب لمدة شهر كامل. زوجة سعيد الاولى يعني ام اولاده طلبت منه الطلاق، وسعيد وافق بدون تردد. المهم بعد اسبوعين رجع سعيد من الدوام ولقى زوجته واولاده قاعدين بالبيت او بالفيلا، فاستعجب وسالها انت شنو تسوين هنا؟ ما تريدين الطلاق؟ ردت عليه وقالت اول شيء هذا حقي وحق اولادي، وثاني شيء انت هسه حرام علي، فتفضل اطلع برا وروح القي لك مكان حتى تعيش بيه. سعيد راح استأجر لوحده الشقة، ورا ما استأجر شقة راح لأحد البنوك الإسلامية حتى يأخذ منهم قرض، وطلب منهم يعطوه أعلى حد للقرض، وفعلا أعطوه القرض. المبلغ كان ضخم جدا، فالسيد سعيد راح ودس كل الفلوس للمدلل الزوينة إيمان، والمفاجأة أنه بعد أسبوع بالضبط خابرت إيمان زوجها سعيد وقالت له الحبيب ديالي بصراحة الفلوس اللي دزيتها لي ما تكفي. فرد عليها وقال لها شلون هاي الشي؟ أنا ما أقدر بعد، منين أجيب لك كل هاي الفلوس؟ حتى مبادئي تخليت عنها لخاطرك. فهنا ردت عليها وقالت له ترى حبيبي أني أريد أعيش وياك بعدين بعمان بعد ما تتقاعد من الشغل، ولازم إحنا نكون نفسنا حتى نعيش مستورين ونكون سعداء بآخر عمرنا. المهم بدأت مرة ثانية تزن بآذانه وتاكل عقله، حتى إنها قالت له أنت مو قلت إنه أبوك الله يرحمه خلالكم مزرعة كبيرة وفيلا، وانت عندك وكالة عامة وعندك حق التصرف في كل هاي الأملاك، وهمينا الفيلا اللي ساكنة بها طليقتك وأولادك وهاي لحد الآن باسمك تقدر تبيعهم حبيبي ونكمل مشروعنا
وبعدين من نطلع الأرباح من هاي المشروع راح ترجع لهم فلوسهم وحقوقهم بزيادة، شنو المشكلة حبيبي؟ وهنا سعيد سألها: وين يروحون أولادي والدتي وإخواني؟ قالت له: مو مشكلة حبيبي، أنت تقدر تشرط على الشاري ما يطلعهم من الفلل والمزرعة إلا بعد 6 أشهر أو أكثر شي خلال سنة. وراح خلال هاي المدة نطلع كل هاي الفلوس اللي راح تستثمرها بالعمارة وترجع لهم حقوقهم. سعيد هلقى كان ساذج، ومعمي أي شي كانت تقول له هاي الشيطانة الملعونة يسويه بدون ما يفكر. وصار اللي تريده إيمان، سعيد راح عند سمسار مختص بشراء بيوت الناس اللي محتاجين فلوس وعندهم ضيق وأزمات مادية بأثمنة منخفضة يعني أقل من سعرها. فعرض سعيد الفيلتين والمزرعة على السمسار بثمن مغري جدا، ولكن مقابل شرط واحد. قال له السمسار: شنو الشرط أخ سعيد؟ فرد عليه سعيد وقال: بعد ما نكمل البيع ما عندك حق تتصرف بهاي الأملاك أو تطلع العوائل اللي بيها إلا بعد 6 أشهر. فوافق السمسار رأسا، لأن هذا كان بالنسبة إلى عرض مغري، هو ما كان يعرف أصلا هاي العوائل اللي عايشة بالفلل أهل سعيد نفسه ومو مستأجرين غرباء. ورا ما باع سعيد اللي وراه واللي قدامه واللي يحق له واللي ما يحق له، دس كل الفلوس لزوجته الزوينة إيمان. يا سلام. بعد فترة راح للمغرب بدون ما يطلب إذن من الشغل وبدون ما يقول لأي أحد، لأن كان يفكر إنه هاي المشروع راح يخليه غني وما راح يحتاج بعد يشتغل. ومن وصل وراح على العمارة اللي اشتراها انبهر بجمالها وموقعها الراقي والديكورات اللي بيها. هنا تأكد انه ما ضيع فلوسه، وان شاء الله بعد سنة اكيد راح يقدر يرجع فلوس اهله بعمان، وراح يعيش بقية حياته مع حبيبته وزوجته ايمان باحسن حال. المهم سعيد وزوجته سكنوا بالشقة السفلية بالعمارة اللي اشتراها، والشقق الثانية كانوا يأجرونه شهرية أو أسبوعي أو حتى يومي. فعلا لاحظ سعيد أن العمارة تطلع أرباح خيالية وكان فرحان هواية، ولكن سعيد ما كان ياخذ فلس من هاي الفلوس، كانت كلها تحت إيد إيمان، لأنها كانت تقول له: محتاجين هاي الفلوس حتى نصلح الشغلات اللي بالعمارة حتى تكون أجمل وأجمل وتجيب لنا الفلوس أكثر وأكثر. ولكن سعيد كان يفكر في أهله وأولاده، فكل ما كان يقول أريد أدز فلوس لأولادي ولأهلي كانت تقول: بعد ما خلص 6 أشهر وأكيد هن ما محتاجين عندهم فلوس. وبعد شهر بالضبط من تواجد سعيد بالمغرب قالت لإيمان إنها تريد تروح عند أختها المدينة ثانية حتى تحضر مناسبة عند أختها، وإنه هو اللي لازم يراقب العمارة ويهتم بأمور الإيجار. وبعد يوم من ذهاب إيمان عند أختها تفاجأ سعيد برسالة من المحكمة، ومن فتحها انصدم. شنو تتوقعون يا جماعة اللي بداخل الرسالة؟ أقول لكم، يلا راح أقول لكم. إيمان كانت رافعة على سعيد دعوة طلاق. استعجب سعيد وقال: شلون هاي الشي مستحيل، أكيد في غلط، لأن العمارة باسمها وكل شي تحت تصرفها، فمستحيل هذا الشي، أكو غلط أنا متأكد. المهم سعيد راح عند أهل زوجته إيمان حتى يعرف شنو المسألة، ومن حجة ويا أهلها قالوا له: أنت تزوجت برضاك وكتبت العمارة باسمها برضاك وشنت تدز الفلوس كلها برضاك،
فهاي مشكلتك حبيبي، مشكلتك بينك وبين إيمان، وإحنا ما علينا. وتفضل اطلع من البيت بدون ما تروت. فالمسكين انصدم وراح للعمارة مباشرة، ومن راح للعمارة وشان يريد يدخل للشقة لقى القفل متغير، فاعتقد إنه الصدمة اللي بيه والضغط النفسي هو اللي خلى إيده ترتجف وما يقدر يفتح الباب. فراح عند حارس العمارة وطلب منه يجي يساعده حتى يفتح له الباب. هنا الحارس قال له بكل صراحة: لا تتعب نفسك، لأن إيمان هي اللي قالت لي من تطلع أغير القفل وبأسرع وقت. فهنا سعيد قال للحارس: شلون هاي شي مستحيل؟ هاي عمارتي، اشتريتها بفلوسي وبفلوس أهلي. رد عليه الحارس وقال: بصراحة أنا آسف، ما أقدر أسوي لك أي شي ولا أقدر أساعدك، لأن الأوراق اللي شوفتني زوجتك إيمان تثبت إن العمارة باسمها ومالتها، وأنت ما عندك أي حق، وشنطة ملابسك خلتها عندي زوجتك حتى أعطيك وتمشي. هنا سعيد من قوة الصدمة مباشرة وقع بالأرض وأخذوه للمستشفى. وبعد ما فتح سعيد عيونه وهو بالمستشفى حاول يتصل بزوجته إيمان، فما كان ترد عليه، أصلا الرقم ما كان يشتغل، وحتى إنه حاول يخابر أهل زوجته إيمان فما كانوا يجاوبون عليه. وبعد يوم خابرت الشيطانة سعيد وقالت له: شوف، بلا ما تتعب نفسك أحسن لك تأخذ ملابسك وترجع على بلدك عمان، وما عندك شي تبقى في المغرب. فهنا رد سعيد وقال: وفلوسي وفلوس أولادي؟ فردت وقالت: أنت برضاك أعطيتني وبكل حب وسرور، والقانون يعرف الأوراق مو مجرد كلام. وقرر سعيد ما يرجع لعمان، لأن هو كان سبب ضياع حق أهله وضياع حق أولاده، والصدمة الكبيرة كانت في عمان، لأن خلص مدة 6 أشهر وراح السمسار حتى يطلع أهل سعيد، وأهل سعيد ما كانوا يعرفون إنه سعيد باع الأخضر واليابس. فضحكوا مع السمسار وقالوا له: أكيد أنت غلطان بالعنوان، هاي فيلة أبونا هو اللي خلاها إلنا بعد ما مات الله يرحمه. فجاوب السمسار وقال لهم بأنه اشترى الفيلا من سعيد، وهو اشترط عليه ما يطلع المستأجرين إلا بعد 6 أشهر، وحكالهم كل المسألة بالتفصيل. مساكن انصدموا من هاي الحكي اللي سمعوه من السمسار. المهم أهل سعيد استسلموا للأمر الواقع ولموا غراضهم وقالوا: راح نمشي لبيت ابننا سعيد حتى نعرف شنو المسألة، لأن طول الوقت كانوا يخابرون سعيد وسعيد تلفونه مقفول. ومن وصلوا للبيت شافوا البيت مسدود وما بي أحد، خابروا أم أولاد سعيد وجاوبتهم وقالت: نفس الشي اللي صار وياكم صار ويايا، واني حاليا ببيت أبويا وما أتخلى عليكم بهاي الظروف الصعبة، تعالوا عندنا للفيلا، المكان موجود ولله الحمد، وإن شاء الله مع الوقت راح تلقون شقة مناسبة إلكم وتأجروها. فعلا هي كانت بنت الخير وبنت الأصل، وأهل سعيد بدأوا يدورون على سعيد في كل مكان، راحوا لمكان شغله سألوا عنه، قالوا لهم المسؤولين ما نعرف عنه أي شيء. المهم أخو سعيد راح عند أقرب أصدقاء سعيد، صديقة هذا قال لهم على كل شيء، بأنه تزوج واحدة مغربية وراح للمغرب حتى يعيش هناك، وأعطاهم عنوان المقهى اللي كانت تشتغل بيه إيمان من كانت بعمان، وقال أكيد صاحب المقهى عنده معلومات عن إيمان. وهاي اللي صار، راحوا أهل سعيد عند صاحب المقهى حتى يعرفون كل شيء عن إيمان، وصاحب المقهى قال لهم فعلا
هي كانت تشتغل عندي، وأخوكم دفع لي كل مستحقاتي وتزوج بيها، وكان عندي تليفونها، ولكن هاي الرقم مو شغال حاليا. وقال أكو واحدة تشتغل بأحد المعامل، هي كانت صديقة قريبة الإيمان، ويمكن هي تساعدكم. وفعلا راحوا عند هاي البنت، ومن سألوها عن إيمان قالت كانت على اتصال معاها، ولكن صار لها فترة ما حكت وياها، واعطتهم رقم إيمان. ومن خابروا أهل سعيد إيمان فعلا كان الرقم صحيح، وجاوبت إيمان وقالت إنها اتطلقت منه وما بقى عنده أي علاقة بي، واعطتهم عنوان الفندق اللي سعيد قاعد بي، وقالت أحسن شي تسوونه تأخذونه وترجعونه العمان، وما عنده أصلا أي شي بالمغرب هنا، بس هو موجع لي راسي بتليفونات لا أكثر ولا أقل. المهم خابروا الأوتيل أو الفندق اللي سعيد شان قاعد بي، وطلبوا منهم يحجون ويا سعيد، وفعلا حولوا لهم سعيد على الخط وحكى ويا أهله، دللهم عن كل اللي صار وياه بالتفصيل الممل، وقالوا له راح ندز لك مبلغ حتى تقدر ترجع العمان، لأن ما عاد عندك أي شي تبقى بالمغرب. وفعلا من استلم المبلغ رجع العمان، ولكن كانت انتظار المصايب، كل أهله أمه وإخوانه وطليقته وأولاده رافعين عليه دعاوي قضائية، حتى البنك اللي كان ماخذ عندهم قرض وما دافع لهم أي شيء، ومن راح للشغل كانوا موقفين عن الخدمة. هنا كشف سعيد إنه انسدت كل الأبواب بوجهه، وما كان يعرف وين يروح وين يمشي وشنو اللي يسوي. تعرفون يا جماعة سعيد وين راح؟ راح عند المصري صاحب المقهى اللي كانت إيمان تشتغل عنده، وطلب منه يشغله مقابل الأكل والشرب والمبيت وقليل من الفلوس. سبحان الله شلون كانت حياته وشلون تغير حاله، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحانه مبدل الأحوال. بعد ما كان ضابط وعنده قيمة كبيرة صار يشتغل بالقهاوي ويشغل شيشة للزباين ويغسل المواعين، وما قدر سعيد يستحمل الشغل بالقهاوي وهذا الوضع، وطلع من المقهى. وكل مرة كان يروح عند أحد أصدقائه ينام عندهم كم يوم، وفي أحد الأيام راح عند المسؤول اللي كان يعزه ويقدره قبل ما يتزوج بإيمان، وشكال حاله وهو يبكي ويحكي ويقول له كل الأبواب انسدت بوجهي. هنا المسؤول شفق عليه واقترح عليه أنه يرجع للشغل، ولكن كعسكري عادي بدون رتبة ضابط، ولازم يخدم لمدة 3 أشهر في الصحراء وبدون راتب. حاول سعيد مرات هواية يصالح أمه وطليقته وأولاده، ولكن كلهم تبروا منه لأنه كان سبب تشردهم كلهم وفقدان أموالهم كلهم. المهم سعيد بعد ما راح للمهمة العسكرية بالمنطقة المعزولة بالصحراء كان منعزل حتى عن الجنود اللي كانوا وياه، كان كل عقله في المصايب اللي اجت على راسه، وشلون اتنصب عليه من قبل وحدة شيطانة ما تخاف رب العالمين، ومن عائلة جاحدة ما تخاف من الله ولا من عقاب رب العالمين، ولا يهمهم غير الفلوس. ضيع سعيد حاله ومبادئه وفلوسه وفلوس أهله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي يوم من الأيام وبالضبط وقت العشاء، بوقت اللي كانوا العساكر يتعشون سمعوا صوت إطلاق نار، ومن راحوا يدورون منين إجا هاي الصوت، هنا كانت الصدمة. من دخلوا خيمة سعيد لقوا إنه منتحر
وغرقان بالدم. كانت الطلقة فايتة من الجهة اليمنى بالرأس وطالعة بالجهة اليسرى. لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه الراجعون. بصراحة هاي القصة عبرة ودرس لكل واحد، لأن أكو ناس ما يخافون من عقاب رب العالمين وما يهمهم أي شيء غير أنه يحصلون على الفلوس بأي طريقة، حرام حلال ما يهم، المهم يجي الفلوس. طبعا هاي الشيء في كل بلدان العالم وكل بلد فيها الصالح والطالح. لهنا انتهت قصتنا لهذا اليوم، أتمنى تنال إعجابكم وتكونوا استفدتوا منها. أستودعكم الله إلى لقاء آخر في قصة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.